الاندفاع غالبا عواقبه الندم. كتير واحد مننا يكتشف انه غلط ويبقى عايز يرجع للصح، فيكتشف انه عاجز لان باندفاعه قفل كل ابواب الرجوع وما سابش نقطه رجوع. احنا بنتناقش في وجهه نظر مختلفين عليها، واحد فينا محموق جدا، صوته عالي وعينه حمراء والفاظه مهينه، وبيقسم ان هو الصح واللي قدامه مش فاهم حاجه. وفجاه تظهر معلومه او وجهه نظر يدرك ان كلامه طلع غلط، فيضطر يتمادى في الجدال لانه مش عارف يرجع، مفيش نقطه رجوع. وده اللي سمته الشريعه الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو على يقين انه غلط لكنه مكمل لان مفيش نقطه رجوع. شفت في حياتي واحد بيسيب شغله بعد ما لقى شغل تاني، بس لسه ناقص قدامه اسبوعين في الشركه الاولانيه، لسه على قوه الشركه الاولى. لا بيروح وبيطنش شغله وبيكروت، ما يردش على تليفونات مديره، بايع. وفجأة تحصل مشكلة في الشغل الجديد، مشكلة في الورق مثلا، وتبوظ الشغلانة الجديدة، ولكن للأسف مفيش نقطة رجوع لشغلانته التانية بعد ما بوظ سمعته على الآخر. ممكن نختلف كأصحاب أو كأزواج، لكن واحد أثناء الخلاف يجيب القديم والجديد ويعاير الطرف التاني بأهله أو بعيب مثلا خلقي فيه، واجع قلب الشخص ده جدا. وتنتهي الخناقة ومفيش نقطة رجوع بعد كم الإهانات وكم الأسرار والخصوصيات اللي اتفضحت انتقاما. وتسمع هنا حكمة سيدنا علي: أبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الشريعة بتعلمك إزاي يكون دايما في نقطة رجوع عند الخلاف. تعرف لما الراجل بيتخانق مع مراته وتكون غلطانة في حقه وينصحها لشهور وسنين، وقت ما يتخصموا ربنا قال وهجروهن في المضاجع، يعني بس ينام ويدي ظهره لمراته كده كناية عن تعبيره عن الزعل، مش يسيب الغرفة وينام بره في الصالة ويمسح كل نقطة للرجوع. ومش هيتكلموا والجفا هيزيد حتى لو اتطلقوا. ربنا بيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. بص ختمة الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يمكن وهي قاعدة معاه في نفس البيت في أشهر العدة بعد ما طلقها، يمكن يخبطوا في بعض هم ماشيين في الصلاة، يهزروا يضحكوا، ربنا يلقي الصلح في قلوبهم، أي حاجة. مش أول ما ينفصلوا كل واحد يروح في حتة ويعيش حياته وما يسيبوش نقطة رجوع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل عن شخص بيرتكب كبيرة لكنه محافظ على الصلاة، نقطة وصل بينه وبين ربنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته يوما. يمكن صلاته دي مع الكبيرة تبقى نقطة رجوع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده خلي دايما لنفسك نقطة رجوع حتى في النقاش، عشان تستعيد نفسك لما تلاقي نفسك غلطت في وسط الكلام، لأن كلامك وكلامي مش قرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ده كلام ربنا اللي مفهوش غلط، أما إحنا أنا وإنت وإحنا بنتناقش ممكن نغلط. فخلي دايما في رقي عند الخلاف، وما تخليش طريقة خلافنا أسوأ من موضوع خلافنا. ما تسحقش من أمامك فتلاقي نفسك مش عارف تعتذر لو اكتشفت إن إنت غلط. أما مع الله فاعرف إن مهما كنت خطاء فربنا دايما سايب لك وقت للرجوع، لأنه بيحب الوصل حتى مع الخطائين. فاللهم يا واسع المغفرة ويا شامل الرحمة، اهدنا إذا ضللنا واقبلنا إذا رجعنا.